بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد وفي هذا المؤتمر الصحفي اليومي الذي تقيمه وزارة الصحة. اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع من شهر رجب لسنة 1442 هجري، والذي يوافق 16 من شهر فبراير لسنة 2021، وهذا المؤتمر هو 100 والذي يعقد في مستشفى جابر ويبث مباشرة على تلفزيون دولة الكويت وعلى الحسابات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة الصحة، حيث نتناقش في هذا المؤتمر ونتباحث حول أبرز المستجدات والمتغيرات فيما يخص التعامل مع جائحة كوفيد 19 عالميا وإقليميا ومحليا. ويسعدنا بعد قليل إن شاء الله تعالى راح تكون معنا الدكتورة انتصار الهندال، رئيس فريق الطب الوقائي في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت. حقيقة جائحة كورونا وجائحة كوفيد 19 أحدثت خسائر كثيرة ولها تداعيات كثيرة على جوانب متعددة من نواحي الحياة على المستوى العالمي وليس فقط المحلي أو الإقليمي، فلها تداعيات على الجانب الاقتصادي وقبل ذلك الجانب الصحي وكذلك على الجانب التعليمي والجانب الاجتماعي. إلا وأن أغلى الخسائر التي واجهها العالم في تعامله مع هذه الجائحة هي الخسائر البشرية التي لا تعوض. وحقيقة منذ البداية كان هناك بعض الإجراءات التي تتخذ على سبيل الاستباق والوقاية. البعض من هذه الخطوات والإجراءات استمر معنا إلى اليوم، والبعض منها توقف عن ذلك. أصبحت اليوم هناك إجراءات وقائية أكثر فعالية حقيقة في التعامل مع هذه الجائحة، وتم التعامل واستخدامها كذلك في أزمات وبائية أخرى على مدى التاريخ، حيث أسفرت جهود العلماء عن التوصل إلى اللقاحات، وهي الأداة التي بإذن الله تعالى نستطيع بواسطتها الخروج والانتهاء من جائحة كوفيد 19. وحقيقة كنا منذ اليوم الأول من التعامل مع هذه الجائحة ونحن ننتظر هذا اليوم الذي يتم التوصل فيه إلى لقاحات آمنة ومعتمدة يمكن استخدامها لاستباق الإصابة ولحفظ البشرية. حقيقة وما زلنا نحن اليوم نتعامل في مبدأ الوقاية عبر خطين متوازيين. الأمر الأول هو الاحتياطات التقليدية الوقائية التي دائما ما ننصح بها والتي ننصح بالمداومة عليها، سواء للي أخذ التطعيم واللي ما أخذ التطعيم حتى الآن. الخط الآخر وهو المسارعة إلى التطعيم والتمنيع والتحصين لاستباق الإصابة ولتجنب الدخول في مضاعفات الإصابة لا قدر الله، حيث أثبتت الآن التطعيمات أنها تقي من الإصابة بنسبة كبيرة بعد الله سبحانه وتعالى، وحتى لو حدثت الإصابة فإن الأعراض تكون بالغالب أخف فيما لو لم يتم أخذ التطعيم والوصول إلى المناعة. ولذلك التطعيمات توفر حماية للأفراد في المجتمع وتقيهم بإذن الله تعالى من الإصابة، وحتى نحصل على الفعالية الكبرى من التطعيمات هو يجب علينا أن نصل وعلى كل مجتمع أن يصل إلى المناعة المجتمعية، وهي لا تتحقق إلا بعد تطعيم أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع الواحد في أي مجتمع كان.
وما قبل الوصول إلى المناعة المجتمعية نحن مستمرين، ويجب علينا مداومة الاستمرار بالأخذ بالإجراءات الوقائية وأن نعمل في خطين متوازيين، خط العمل بالإجراءات الوقائية وخط المبادرة إلى التطعيم والتحصين والتمنيع. نلاحظ هنا في هذه الرسمة الجهود الدولية الدؤوبة التي تعمل للوصول إلى لقاحات معتمدة، وكما اتفقنا أن اللقاح قبل أن يعتمد أنه يمر بمراحل تجريبية ثلاث مراحل تجريبية قبل الاعتماد. حاليا بالمرحلة الأولى هناك 37 جهة قدمت تطعيم وما زال قيد الدراسة. في المرحلة الثانية هناك 27 جهة أو 27 تطعيم ما زال قيد الدراسة وفي المرحلة الثانية. أما في المرحلة الثالثة ما قبل الاعتماد هناك حول العالم 20 جهة و20 تطعيما قيد الدراسة ما قبل مرحلة الاعتماد، وهي مبشرات حقيقة حتى نستطيع التحكم في سير واتجاه هذا الوباء. هناك قرابة 6 تطعيمات لها استخدام محدود، وهناك 4 تطعيمات تم اعتمادها عالميا حتى اليوم. أما فيما يخص التطعيمات التي تم إيقاف استخدامها فهي 4 تطعيمات، وكل تطعيم له أسباب مختلفة. ونحن حقيقة في هذه الحملة الوطنية التي انطلقت من وزارة الصحة، وهي حملة وطنية تعني بجميع فئات وأوساط المجتمع، شاهدنا حقيقة التوسع في هذه الحملة من ناحية مراكز تقديم التطعيم، ومن ناحية كذلك الفئات التي شملتها هذه الحملة. ونحن حقيقة ندعو وننشد التعاون والتكامل المجتمعي، وهذا ما رأيناه في حقيقة هذه المرحلة الأولى من مراحل التطعيم، حيث التعاون مع وزارات الدولة المختلفة من وزارة الدفاع ومن الهيئة العامة لرعاية شؤون ذوي الإعاقة وكذلك وزارة الشؤون، هذا بالإضافة إلى القطاع النفطي بمختلف شركاته ومؤسساته، ولا ننسى كذلك التوسع بالتطعيم عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، هذا بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتطعيم في أرض المعارض، والقطاعات الأمنية المختلفة التي يمكنها الحصول على التطعيم عبر التنسيق مع وزارة الدفاع. وفي هذا الأسبوع انطلقت حملة التطعيم كذلك في شركة في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت، وهو جانب من جوانب التعاون مع القطاع النفطي في دولة الكويت. ويسعدنا في هذا الموضوع أن تكون معنا الدكتورة انتصار الهندال للحديث حول هذه الحملة ومجرياتها منذ يوم الأحد وحتى اليوم، وما هي الخطط خلال المراحل القادمة. وحياك الله دكتورة انتصار. الله يحييك. السلام عليكم. أنا جدا سعيدة أن أكون معاكم اليوم في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للحديث عن مركز شركة نفط الكويت لتطعيم كوفيد-19 واللي يقدم خدمته لموظفي القطاع النفطي، طبعا بتوجيهات من وزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية قمنا بإنشاء هذا المركز. وأنا سعيدة جدا وفخورة أني أقول أن هذا المركز تم إنشاء بفترة قياسية تقريبا 4 إلى 5 أيام، كنا جاهزين لتقديم الخدمة والمكان كان جاهز من حيث المبنى، من حيث إعداد الأجهزة والمعدات اللي نحتاجها والطاقم الطبي والإداري. فهذا المركز طبعا هو التسجيل له عبر منصة وزارة الصحة، والموعد راح يوصل عن طريق وزارة الصحة برسالة نصية. الأشخاص المستهدفين في هذا المركز هم الأشخاص اللي تابعين للقطاع النفطي بجميع شركاته، بالإضافة إلى وزارة النفط، بالإضافة إلى بالفترة القريبة إن شاء الله خطتنا أن نتوسع إلى أهالي الموظفين وحتى المتقاعدين. المركز قدرتها الاستيعابية 1000 شخص باليوم، بالإضافة إلى أن احنا صار لنا الحين هذا ثالث يوم لبداية التطعيم في هذا المركز.
الحمد لله يعني السلاسة في دخول المراجعين وأخذهم للتطعيم فترة قياسية، الأعداد الكبيرة اللي قاعدين نستقبلها في فترة جدا يعني وجيزة، يعني أول يوم تقريبا ما شاء الله وصلنا إلى 850 شخص تطعموا ولازلنا مستمرين طبعا. فنتمنى أن يعني الجميع يسجل في منصة وزارة الصحة سواء كان من القطاع النفطي أو باقي الأخوان يعني بالدولة، لأن التطعيم هو الوقاية وهو بداية لنهاية هذه الجائحة بتوفير إن شاء الله المناعة المجتمعية، وعشان نتخلص كلنا من الإجراءات الاحترازية اللي أنهكتنا جميعا ونتخلص من هذا الوباء بإذن الله إن شاء الله. دكتورة، حاليا في هذه المرحلة شنو هي الشرائح اللي قاعد تستهدفونها اللي هي في القطاع النفطي بعد انطلاق هذه الحملة في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت؟ طبعا مثل ما قبل شوي ذكرت، الفئة المستهدفة هي جميع موظفي القطاع النفطي، جميع الشركات اللي موجودة، وقريبا بإذن الله راح يكون أيضا عائلاتهم من الدرجة الأولى أيضا مستهدفين عندنا. الأعمار طبعا فوق 18 سنة أكيد، والموظفين عادة يكونون فوق 18 سنة، واللي أقل من 65، لأن يمكن مثل ما أنتم عارفين أن التطعيم اللي متوفر عندنا هو تطعيم أكسفورد اللي مناسب لهذه الفئات. أما الفئات الأخرى اللي أكبر من 65 أو أقل من 18 سنة فأكيد راح يكونون مع وزارة الصحة في مركز تطعيم مشرف إن شاء الله. دكتورة، يعني في بعض الأسئلة دائما اللي تطرح وفي البعض عنده بعض المخاوف وهي مستحقة حقيقة، البعض اللي يسأل عن بعض الآثار الجانبية المحتملة، هل واجهتوا أي شيء لا قدر الله فيما يخص الآثار الجانبية، أو يعني هل قدم أحد إلى المستشفى في يعني بشكوى بعض الأعراض الجانبية غير متوقعة لا سمح الله؟ نعم، الحمد لله طبعا خلال فترة عملنا الثلاث أيام السابقة، مع أن الأعداد كانت كبيرة، الحمد لله ما واجهنا أي شخص عانى من أي أعراض جانبية وقت التطعيم، بالإضافة إلى أن حتى مراجعات بالمستشفى أو شكاويتنا أن الشخص مثلا عانى من أي أعراض جانبية يعني شديدة بعد التطعيم ما شفنا، يعني سواء كان طعم عندنا أو في المواقع الأخرى لوزارة الصحة. الأعراض كلها جدا خفيفة، مثل التورم من مكان التطعيم نفسه، الثقل الخفيف بالإيد بالذات اللي يصير بالليل، بعض التكسر بالجسم أو ارتفاع درجة الحرارة اللي ما يعدي يوم أو يومين بالكثير. فالحمد لله يعني هذه الأعراض الخفيفة المتوقعة هي الأعراض اللي جتنا بعض الملاحظات عليها، لكن أغلب الناس الحمد لله يعني حتى في بعضهم ما حسوا بأي أعراض جانبية. الحمد لله، قواكم الله دكتورة وعساكم القوة، مشكورة على هذه المعلومات وعلى حضوركم اليوم لتقديم هذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا. الله يقويك واتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. شكرا دكتورة. طبعا القطاع النفطي بكافة شركاته ومؤسساته هم من الشركاء الأساسيين حقيقة، ومن الصفوف الأمامية التي يعني سعدنا بالتعاون والتعامل معها منذ بداية التعامل مع هذا الوباء، بالإضافة إلى بقية الوزارات المعنية والهيئات الرسمية في الدولة، بالإضافة إلى جهود المتطوعين في دولة الكويت. وحقيقة هذا القطاع الهام سخر إمكانياته للوصول إلى مرحلة احتواء هذا الوباء في دولة الكويت، فنوجه لهم كل الشكر والتقدير على ما قاموا به، وتمنياتنا لجميع الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي الهام بالتوفيق والسداد. ننتقل الآن إلى آخر إحصائيات الوضع الوبائي المحلي في دولة الكويت. خلال 24 ساعة الماضية تم رصد 810 حالات تعافي ولله الحمد، أصبح الآن العدد الكلي والإجمالي لحالات التعافي هي في دولة الكويت 167,600 حالة واحدة. أصبح الآن نسبة حالات التعافي إلى الإصابات 93.4%. بداية، بالرغم من تزايد الرقم في حالات التعافي
إلا وأن النسبة ما زالت ثابتة، نسبة حالات التعافي إلى الإصابات، وهذا بسبب الأعداد الكبيرة والأرقام الكبيرة اليومية لحالات الإصابة، وما زالت أرقام الإصابة اليومية هي أعلى من حالات الشفاء والتعافي، على الرغم من مضي أيام متتالية في أشهر سابقة عندما كانت حالات التعافي أكثر بكثير من حالات الإصابة. لكن بإذن الله تعالى نحن بمداومة الالتزام والتعاون واستشعار المسؤولية المجتمعية المشتركة بإذن الله تعالى نستطيع أن نعكس هذه المعادلة وأن نجعل بإذن الله تعالى أعداد التعافي أكثر بكثير من حالات الإصابة. حالات الإصابة خلال 24 ساعة الماضية كانت 964 حالة، يصبح لدينا الآن المجموع الإجمالي هو 179488 حالة. نلاحظ حقيقة استمرار تزايد حالات الإصابة، حيث منذ بداية شهر فبراير الجاري وحتى اليوم تم تسجيل 13,645 حالة خلال 16 يوم فقط من هذا الشهر، شهر فبراير الجاري. نسبة الإصابات إلى المساحات اليوم 9.3%، بالأمس كانت 9.2%، أي بزيادة 0.1%، أي أن منحنى الإصابات ما زال في تزايد، لكن بالالتزام بإذن الله تعالى ومداومة الحرص نستطيع تغيير هذا المنحنى، منحنى الصعود إلى منحنى نزول. بالنسبة لإجمالي الحالات التي تتلقى العلاج وهي الحالات النشطة التي أعلن إصابتها وما زالت قيد الإصابة هي 10,873 حالة. الحالات التي في العناية المركزة هي 141 حالة. مرة أخرى نشاهد ونلاحظ المنحنى الذي يخص حالات العناية مستمر في التصاعد خلال الأيام الأخيرة، واستمرار ارتفاع حالات الإصابة هذا قد يعني استمرار حالات الدخول إلى الأجنحة والعناية المركزة، وهو ما تحتاط عليه دائما المنظومة الصحية في أي مجتمع كان. ونحن حقيقة نوجه تحية إجلال وتقدير للعاملين في أقسام العناية المركزة سواء في مستشفى جابر وفي جميع المستشفيات، من أطباء ومن هيئة تمريضية ومن فنيين ومن مهن مساندة ومعاونة، وتحية إجلال وتقدير إلى سائر الأقسام الفنية والإدارية العاملة في وزارة الصحة. بالنسبة لحالات الوفاة خلال 24 ساعة الماضية كانت 5 حالات، إجمالي الوفاة 1014 حالة. مرة أخرى ما زالت حالات الوفاة في تزايد، حيث تم تسجيل 55 حالة خلال 16 يوم فقط، ونحن نسأل الله العلي القدير لجميع المتوفين الرحمة ولذويهم خالص العزاء. بالنسبة للمساحات خلال 24 ساعة الماضية هي 10,328 مسحة، ليصبح المجموع الكلي 1,687,183. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ الجميع من كل مكروه وسوء، ونسأل الله السلامة والرحمة للجميع، وسيجعل الله بإذن الله بعد عسر يسرًا.